أكد الرئيس السيسي أنه من المقرر تجهيز 600,000 فدان للزراعة في سيناء مع نهاية العام الجاري في إطار خطة تنمية وإعمار سيناء. عن أثر هذا الإجراء في تنمية سيناء بينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور إبراهيم درويش، وكيل كلية الزراعة جامعة المنوفية. أهلا بحضرتك دكتور. وبحسب توجيهات الرئيس، الدولة بتعتزم زراعة 600,000 فدان في سيناء، ما أثر ذلك على التنمية وعلى قطاع الزراعة في مصر؟ أنا بشكر حضرتك وبشكر مشاهديك الكرام أن سيادة رئيس الجمهورية اليوم في هذا اللقاء بعث عدة رسائل متعددة. دعني أستوصل معك مع بعض هذه الرسائل. أن سيناء هي العمق الاستراتيجي للدولة المصرية في الشرق، ويربط ما بين مصر وأسيا والدول العربية. أن مساحة سيناء 60,000 كيلو، وممكن مصر كلها او الشعب المصري بيعيش على الوادي والدلتا في نفس هذه المساحه. ان سيناء تعتبر هي البوابه الشرقيه. اليوم سياده الرئيس بيفتح باب امل وباب خير وباب عمل للدوله المصريه كلها. ما زالت الضغوطات الخارجيه، هناك ابواب امل مفتوحه. احنا تم اليوم ايضا تعبير عن عبور جديد للدولة المصرية بعد العبور الأول في 73، ثم عبور نفق الشهيد أحمد حمدي، ثم كوبري السلام. حاليا أكثر هناك من 20 نقطة بعد الأنفاق، وتم إدخال مياه النيل مخلوطة بمياه الصرف الصحي في محطة بحر البقر. صحيح، يعني تطوير كل هذا، يعني من محطات مياه وطرق ومطارات وموانئ، كل هذا كيف يؤثر في ما نرجوه من تحقيق طفرة زراعية في سيناء؟ فكون حضرتك نبدا نحط مجموعه تجمعات زراعيه في سيناء. اليوم سياده الرئيس بيقول لحد نهايه العام 600,000 فدان. انت هتزرع بعض التراكيب المحصوليه اللي انت عايزها، سواء كان محاصيل الحبوب مثل القمح والشعير، بعض محاصيل الفاكهه، بعض زي الخوخ والزيتون واللوز والجوز والنخيل والعنب والموالح، بعض المحاصيل الخضار زي مثل البطيخ، بعض المحاصيل الزيت اللي احنا دلوقتي يعني محتاجين ناكد عليها، بعض المحاصيل الاعلاف اللي احنا بندور عليها حاليا. هناك تركيب محصولي خاص يتناسب مع هذه المناطق، وخاصه ان مصر في سيناء لها ميزه نسبيه في النباتات الطبيه والعطريه، واحنا قريبين جدا من المنطقه اللوجستيه. موضوع الزراعه ليس فقط زراعه، ولكن هي انشاء مجتمعات زراعيه صناعيه تنمويه قائمه. يبقى انت بتعمل عمليه توطين للناس، عمليه دمج لابناء سيناء في الزراعه. هذا الدمج سواء كان من ابناء سيناء او بعض المناطق من الدلتا، اكثر من 8 مليون مواطن ممكن يتنقلوا لهذه المناطق، بحيث انت تعمل تزرع اشجار وتزرع بشر، بتعمل تامين اجتماعي، وانت بتعمل كمان يعني ده تامين اقتصادي اجتماعي، تامين حتى لسيناء من هذه الامور. وبالتالي التوجه، انت عارف حضرتك الدوله كل ما يحصل ضغوطات خارجيه احنا بنعمل عمليه تنميه زراعيه، ونضيف نحاول نحقق الاكتفاء الذاتي، نحقق الامن الغذائي من خلال التوسع في الرقعة الزراعيه في كل مناطق، ومن ضمنها الموضوع وسط وشمال سيناء. صحيح. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور ابراهيم درويش، وكيل كليه الزراعه جامعه المنوفيه.